أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض الدورة الثانية، الفرد الأول للدورة الثانية بالنسبة للسلك الإعدادي، هنشوفوا نموذج للفرد الأول الدورة الثانية مادة الاجتماعيات بالنسبة للثانية إعدادي، نموذج على شكل PDF هتلقوه في الوصف. إذا عندو مكون أو مادة الجغرافيا واللي فيها الاشتغال على وثيقة. إذا عندنا نص أو تقرير، إذا نقرأ هذا النص ومن بعدها نجاوبو على الأسئلة. يشكل التغيير الحاصل في بنية أعمار الساكنة إحدى التعبيرات العميقة والحاسمة عن الانتقال الديموغرافي، ففي الأعوام القادمة سيتزايد عدد أشخاص البالغين سن العمل سنويا بشكل كبير، كما سيصبح عدد سكان نشيطين ولعشر سنين أخرى أكبر من أعداد الساكنة غير النشيطة، مما سيطرح تحديات جدية أمام منظومتنا التربوية ومقاولتنا وقدرتنا على خلق وصيانة بيئة أكبر ملائمة لخلق مناصب الشغل. إذا هنا بالنسبة هنا كيهضر على البنية السكانية اللي عتغير، واللي بسبب ارتفاع عدد الولادات وانخفاض نسبة الوفيات ستظهر بنية سكانية فتية تتمثل في ارتفاع نسبة الشباب القادر على العمل. إذا هنا قرينا النص، عرفنا موضوع النص، إذا نحاول نبداو بالتعريف. إذا أول تعريف هو الانتقال الديموغرافي. ماذا يقصد بالانتقال الديموغرافي؟ إذا الانتقال الديموغرافي هو تحول، يعني انتقال من بنية إلى بنية، وتحول في بنية السكان خلال فترة زمنية معينة. إذا نكتبو، إذا هو تحول في بنية السكان خلال فترة معينة، إذا في بنية الساكنة أو في بنية الساكنة، إذا خلال فترة معينة. نعم، إذا هو تحول في بنية السكان خلال فترة معينة. نعم، إذا انتقلوا بالنسبة لتعريف آخر، الساكنة النشيطة. إذا بالنسبة للساكنة النشيطة هي هم السكان القادرون على العمل والإنتاج بين 15 و 65 سنة، سواء كانوا يشتغلون أو يبحثون عن عمل، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. هذا تعريف كامل. إذا هم السكان القادرون على العمل، ممكن نزيدو سواء كانوا ذكورا أو إناثا. إذا نستخرجوا أو نمشيو السؤال التالي، يستخرج من النص ما يلي: التحولات التي ستطرأ على الساكنة النشيطة في المغرب. إذا كما قالوا لنا في النص، كما سيصبح إذا في الأعوام القادمة سيتزايد عدد الأشخاص البالغين سن العمل سنويا بشكل كبير، كما سيصبح عدد السكان النشيطين ولعشر سنين أخرى أكبر من أعداد الساكنة النشيطة. إذا هنا عدد الأشخاص البالغين، يعني تزايد عدد الأشخاص البالغين سن العمل
العمل. إذن أول نقطة، إذن تزايد عدد أشخاص البالغين سن العمل، إذن بشكل إذن سنويا بشكل كبير، يعني تزايد ملحوظ سنويا بشكل، إذن نقلوا نخرج من النص بشكل كبير. نعم، إذن نقطة أخرى أن عدد سكان الناشطين إذن سيكون، يعني سيكون أكبر من أعداد الساكنة غير النشطة. إذن عدد سكان النشطين إذن سيفوق عدد السكان غير النشيطة. إذن خرجنا هذه النقط انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من النص. إذن عدد سكان سيفوق أعداد هنا بالنسبة للنقطة الأولى، تزايد عدد أشخاص البالغين سن العمل بشكل كبير. إذن هنا بالنسبة للنقطة الأولى باش بان لكم، هنا بالنسبة للنقطة الأولى. والنقطة الثانية، عدد السكان يعني سيفوق، يعني أعداد السكان النشيطة سيفوق أعداد الساكنة إذن غير النشيطة. إذن هنا بالنسبة، دابا غنمشيو للتحديات. التحديات التي ستطرح هذه التحولات الديموغرافية، عدة تحديات كما جاء في النص، منظومة تربوية يعني في مستوى التعليم، كذلك توفير فرص الشغل، كذلك خلق مناصب الشغل. إذن أهم التحديات التي ستطرح هذه التحولات الديموغرافية، إذن هنا خلق بيئة أكبر لخلق مناصب، إذن خلق مناصب الشغل، كذلك توفير الدراسة أو توفير مقاعد، بالنسبة توفير مقاعد الدراسة أو توفير مقاعد، إذن توفير مقاعد من أجل الدراسة، توفير مقاعد أكبر من أجل الدراسة، من أجل التعليم. تحدي أخرى كذلك هنا بالنسبة يعني الصحة، إذن الصحة كذلك هنا بالنسبة توفير مراكز أكثر للاستشفاء، إذن بزاف ديال العوامل، توفير مقاولات أكثر إلى آخره. ثلاث نقاط كافية إذن بالنسبة للتحديات كما جاء في النص. إذن هنا بالنسبة خلق مناصب الشغل، توفير مقاعد أكبر من أجل التعليم، توفير مقاولات أكثر، إذن هذا بالنسبة للتحديات. السؤال الثالث، فسر تزايد الساكنة النشيطة في المغرب. إذن هنا أشنو كيوقع؟ هنا تزايد الساكنة بسبب ارتفاع نسبة الولادات وانخفاض نسبة الوفيات، مما أدى إلى سرعة تزايد السكان، وبالتالي وجود بنية سكانية فتية تتمثل في ارتفاع نسبة الأطفال والشيوخ، وتقلص نسبة الشيوخ. إذن نكتبو، إذن ارتفاع نسبة الولادات وانخفاض نسبة الوفيات. إذن شنو وقع؟ مما أدى إلى سرعة تزايد السكان. إذن هنا أشنو وقع؟ ارتفاع نسبة الولادات وانخفاض نسبة الوفيات بسبب توفير يعني الصحة إلى آخره. دابا مخش يعني كيموتو بزاف، يعني الأطفال اللي كيتزادو، أدى إلى ارتفاع نسبة السكان،
تزايد سكان وبالتالي وجود بنية سكانية فتية، وبالتالي وجود بنية سكانية فتية، وجود بنية سكانية فتية، بنية سكانية فتية، بنية سكانية فتية. تتمثل، إذا صافي ممكن كتبه، تتمثل في ارتفاع نسبة الأطفال والشباب وتقلص نسبة الشيوخ. إذا سلينا سؤال ثالث لتقل سؤال الرابع. إذا أكتب فقرة تبرز فيها أسباب الهجرة القروية مقدما بعد الحلول للحد منها. إذا بالنسبة نكتبه بالنسبة للهجرة القروية هي انتقال سكان من القرى إلى المدن، وتتنوع أسباب هذه الهجرة بين عوامل طبيعية كظاهرة الجفاف وأخرى اقتصادية كقلة فرص الشغل وضعف التجهيزات. إذا هنا نكتبه تتنوع أسباب، إذا تتنوع أسباب الهجرة، إذا تتنوع أسباب الهجرة بين اقتصادية، إذا بين اقتصادية وطبيعية، بين عوامل طبيعية كالجفاف، عوامل طبيعية كالجفاف، كالجفاف. إذا هنا باش يبان لكم، إذا تتنوع أسباب الهجرة بين عوامل طبيعية كالجفاف واقتصادية وأخرى اقتصادية وأخرى اقتصادية وأخرى اقتصادية كمادة وأخرى اقتصادية كقلة فرص الشغل، كقلة فرص الشغل، كقلة فرص الشغل، كقلة فرص الشغل، وبين مادة وكذلك وضعف التجهيزات الأساسية بالبوادي، وضعف التجهيزات الأساسية بالبوادي، وضعف التجهيزات الأساسية بالبوادي. نعم، إذا نقترحوا بعض الحلول. إذا بالنسبة كاين مجموعة ديال الحلول نقترحوا بعضها. إذا هنا توفير مقاولات داخل البوادي، إذا انت هنا بالنسبة بالإضافة إلى الهجرة، كذلك هنا من العوامل تؤدي إلى بالنسبة للهجرة من المدن إلى يعني من القرى إلى المدن، بالإضافة إلى الهجرة، بالإضافة إلى الهجرة، بالإضافة إلى الهجرة، بالإضافة إلى الهجرة، لطلب العلم، لطلب العلم، لطلب العلم. لذا إذا نشوفوا حلول، لذا للحد من هذه الظاهرة، للحد من هذه الظاهرة، إذا للحد من هذه الظاهرة، إذا هنا بالنسبة باش هنايا بالنسبة للحد من هذه الظاهرة، إذا هنحاولوا نكتب. إذا بالنسبة للحد أو للحد من هذه الظاهرة، يجب توفير التجهيزات الأساسية كالمدارس والمستشفيات وإحداث مقاولات صغرى لتوفير فرص الشغل داخل البوادي. إذا بالنسبة للفقرة نقرأ لكم كاملة. تتنوع أسباب الهجرة بين عوامل طبيعية كالجفاف وأخرى اقتصادية كقلة فرص الشغل وضعف، إذا هنا بالنسبة وضعف التجهيزات الأساسية بالبوادي بالإضافة إلى الهجرة لطلب العلم. لذا للحد من هذه الظاهرة، يجب توفير تجهيزات أساسية كالمدارس والمستشفيات وإحداث مقاولات صغرى لتوفير فرص الشغل داخل البوادي. إذا باش ما نطولش عليكم، إذا نحاول نكمل من بعد هذا الامتحان. نتمنى نكون فتكم، شكرا وإلى اللقاء.